تأسيس نادي دول الجوار الليبي للعمل الإنساني والجزائر مقرا له، مقترح قدمه الأمين العام للهلال الأحمر الليبي على هامش يوم دراسي حول آثار الأزمة الليبية على الواقع الإنساني. فكرة المنتدى لمعالجة الأزمات الواقع الداخلي وتأثيرها على دول الجوار، فيكون المنتدى يجمع جميع دول الجوار الآن بالإضافة إلى مالي للحد من الأزمة الإنسانية وأثارها، لتوحيد الجهود، لتنسيق المعلومات، للعمل المشترك في دول الجوار بالإضافة إلى ليبيا ومالي للتغلب على الأزمة الإنسانية. تم اختيار الجزائر، أو نحن قدمنا عرض مقترح باختيار الجزائر باعتبارها عاصمة الإنسانية أن تكون مقر لهذا المنتدى. نادي العمل الإنساني لدول جوار ليبيا ورقة طريق قد تتوسع أكثر لتشكل قوة ضغط واقتراح، هي نظرة الهلال الأحمر الجزائري الذي يدعو المنظمات الأممية للتفكير في تبعات القرارات السياسية على الأوضاع الإنسانية في ليبيا. ندائنا أن تفكر السلطات، يعني أي أعلى هيئات سياسية في الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، في تداعيات قراراتهم السياسية على أوضاع الإنسانية. واللقاء هذا ما هوش نهاية في حد ذاته، وإنما بداية لورقة الطريق اللي بدأت بالمنطقة ولملاد تتوسع حتى نشكل قوة ضغط وقوة اقتراح. التضامن الإنساني بين دول جوار ليبيا خطوة قد تضع حدا لمشكلة النازحين الذين خسروا بيوتهم وفقدوا ممتلكاتهم نتيجة الصراع في هذا البلد.